عليكم. نجاة بوعبان، انا المجلس الاقليمي من الصويره. تنشكروا السيد العامل والسيد رئيس المجلس الاقليمي وجمعيه اجيال، كل من رئيس الجمعيه وليلى عن جمعيه اجيال وكل من ساهم في هذا الاحتفاء نتاع 8 مارس بالمراه. فان هذا الاحتفاء فانما يدل على مكانه المراه داخل المجتمع والاهتمام بالمراه وتتويج وتشجيع لكل النساء المغربيات ومزيد من العطاء. وتنتمنوا لجميع النساء النجاح في مسارهم لا المهني ولا المسار ديالهم فيما كان. شنو الشعور ديالك بعد التكريم؟ الشعور ديالي بعد التكريم، هذا التكريم تيحفزني انه في مجال العمل، بانه كاين واحد الاهتمام وكاين واحد الاهتمام وكاين للعطاء باش نزيدوا نعطوا اكثر. مادام كاين الاهتمام بالمراه وكيف ما تعدوا المراه نصف المجتمع، فهذا يدل على اننا نزيدوا نكرسوا ونزيدوا نخدموا اكثر. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في الملتقى المنظم من طرف جمعية أجيال للتربية والثقافة في نسخته الخامسة، وكيحصل لنا الشرف أننا نشاركوا بمجموعة كرة المقادور. كرة المقادور اللي عندها بزاف ديال المشاركات جهوية على مستوى مراكش، وكانت الحفل جد متميز بحضور جمهور جد راقي اللي استجب وتجاوب مع الأغاني اللي تم اختيارها من طرف الطلبة ديالنا اللي كيعيشوا بدورهم واحد التجربة استثنائية. إلا حنا قدرنا نديروا ايفينمون، هذه ما بخوميغ أول مرة ليا هنايا سيغ سين، والحمد لله كانت زوينة الحمد لله. كيفاش كان التفاعل ديال الجمهور؟ الجمهور عجبوا الحال، الأغلبية كانوا كيغنيوا معنا، ناشطين معنا، كلشي داز زوينة. كان عندنا الحفل ديال العيد المرأة بمناسبة عيد المرأة، صراحة نشطنا بزاف، وكانت واحد الحفلة جد رائعة مع موسيقيين أو مع كورال لمدينة الصويرة الذين يعرفون بموسيقى جد رائعة. فرحنا بزاف، وكنشكر أي واحد كان مشارك معنا في الحفل ديال اليوم. شكرا لكم بزاف. صراحة واحد الشعور اللي زوين أنه نتجمعوا كاملين مع هاد الناس الزوينين ونخرجوا حاجة اللي زوينة، وهذا الشيء كنا من شحال هادي وحنايا كنبريباريو ليه، وفي الأخير خرج بواحد النتيجة زوينة. وكنشكركم كاملين وشكرا لميسي عماد وكل شيء، وشكرا داز زوينة بزاف والله، عمرها غتنسى. أول مرة تطلع؟ أول مرة. الشعور اللي كان شويه الخلعه ستريس بحالك، ولكن لا صافي مع هاد الناس ما كيبقاش ستريس وما كيبقاش الخوف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.